بلادك يا بلادي بتجري في دمنا احنا اللي لما بتنادينا معاك كلنا بلادك سد ومنيع وفوق الجميع ودايما حافظها ربنا. تواصل وزارة الداخلية تنفيذ خططها الأمنية لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك، والتي تعتمد على نشر الخدمات والدوريات الأمنية بالشوارع والميادين وتكثيف الارتكازات والخدمات الأمنية أمام المنشآت الهامة والحيوية والمتنزهات والحدائق العامة ودور العرض السينمائي والمقاصد السياحية والأثرية التي يتوجه إليها المواطنون للتنزه وقضاء أيام العيد. الناس حاسة كلها بالأمن والأمان، والناس بتتحرك زي ما هي عايزة، وكل ما تمشي وتلاقي ناس من بلاد عربية وناس من بلاد أفريقية، ما شاء الله مصر جميلة. التواجد الموجود بيحسس الناس بالأمان، بيحسسهم بالطمأنينة، داخلين ما شاء الله عليهم واقفين بشكل لائق. كنت خارجة يعني دلوقتي وجيت الحديقة الدولية، فلقيت مجموعة من ضباط الشرطة وكده، فده حاجة يعني بتحسسنا بالأمن والأمان، وإن احنا ما نخافش من أي حاجة وفي أي وقت ننزل. طبعا الروح والشرطة اللي موجودة رفع من روحنا المعنوية وعطتنا انبساط وأمان وإحساس إن في أمان في الشارع. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، هندي لك عدية وأدي المسؤولية، وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. لم يقتصر دور وزارة الداخلية على تأمين الاحتفالات بالعيد، بل امتدت إلى الاحتفال مع المواطنين من منطلق مسؤولياتها المجتمعية، حيث تم توزيع عبوات تحتوي كحك العيد على المرضى بالمستشفيات، وهو ما أضفى جوا من الفرحة والبهجة عليهم، وأشادوا بهذه المبادرة من الوزارة. الزيارة دي بتعمل فرق للمرضى، للموظفين، للدكاترة، لينا شخصيا قد ايه بنحس ان احنا مدعومين وجهودنا حد حاسس بيها ومقدرها. النهارده كان يوم جميل، اتبسطت ان انا شفت ضباط من وزارة الداخلية، وكانت هدية جميلة جدا ومفاجأة بالنسبة لنا. نوجه شكر لوزارة الداخلية على اللمسة الجميلة اليوم اللي بتتكرر سنويا، اولا لدعم المرضى نفسيا ومعنويا، تحس ان هم دايما مش لوحديهم وان الدوله بتدعمهم. انا جنبك تملي ومنك قريب، انا اديلك عينيا وادي المسؤوليه، وشرطه شعب احنا. احتفالات الوزاره امتدت الى دور رعايه الايتام، حيث تم توزيع العبوات على نزلاء هذه الدور والاحتفال معهم بالعيد، وهو تقليد سنوي تحرص عليه الوزاره، وهي أن تكون متواجدة وسط هؤلاء الأطفال وتقديم الدعم والمساندة لهم. وشرطة قوية في ظهرنا، يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب. كما حرصت الوزارة على اصطحاب عدد من أطفال دور رعاية الأيتام إلى المحال التجارية لشراء ملابس العيد لهم للاستمتاع بأجواء وفرحة العيد. وتواصلت هذه الاحتفالات مع المواطنين بالمناطق الحضرية الجديدة، حيث تم توزيع كحك العيد على أهالي الأسمرات الذين أشادوا بالدعم المستمر الذي تقدمه الوزارة لهم وحرصها على الاحتفال معهم بالعيد. احنا مبسوطين جدا ان الضباط النهارده جم وادونا كحك العيد، كل سنه طيبين والف شكر، مبسوطين من المبادرات اللي بتيجي عندنا. الرئيس دايما فاكرنا في الاعياد والمناسبات وفي كل حاجه، ما بيسيبناش في اي حاجه. هنا مبادره بيوزعوا لنا الكحك العيد، وكل سنه وهم طيبين، وبنشكر المسؤولين في الدوله كامله. في كل ليل بطل تمل شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فاكره، هادي كانت زمان وبلدي جدا تاريخ من بعدها.